نحن المغاربة نفتخر بحضارتنا وبتاريخنا الذي ورثناه من أبائنا وأجدادنا، ولا نفتخر بتاريخ عثماني ولا بحضارة فرنسية ولا ببنية رومانية. مشاهدينا الكرام ومشاهدتنا الكريمات، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم بوادي بوجرف بإقليم مدينة تازة على طريق قرسيف، لنكتشف أقدم قنطرة على مر التاريخ بشمال إفريقيا بعد قنطرة وادي تنسيفت التي بنيت في عهد الموحدين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.